هنا في حمام الدباغ الجزائر هذا المنظر الرائع الخلاب الذي يترك الإنسان مذهولا بقدرة الله وإبداع خلقه وأن يسبح الله سبحانه وتعالى. ومدام أنا في أرض الجزائر الحبيبة أذكر شيخنا الشيخ محمد الغزالي الذي كان في قسطنطينة وقال له أحد المتشددين من الأبناء: يا شيخ لما لا تطيل لحيتك؟ فتبسم الشيخ كعادته وقال: لقد قرأت في طول القرآن وعرضه أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وليس من أتى الله بلحية طويلة. وكانت من أعظم الإجابات، وكأنما الشيخ يستلهم رحمة الله سبحانه وتعالى في الإجابة. ربنا يبارك، وحقيقة أنا مذهول من هذا المنظر العجيب. سبحان الله الذي أبدع والذي خلق والذي صور. بوركتم وبارك الله فيكم، شكرا الله لكم.